بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم هو الجزء الثالث والأخير من سلسلة أو من حلول سلسلة تمارين الثالثة للإحصاء 2. إذا نكمل التمارينات، مازالنا التمارين 10 و11 و12. قلت لكم باللي التمارينات كل ما تقدمنا كل ما كانت الحالة شوية صعيبة، وبالتالي راح تتطلب مني زيادة التركيز. شفنا في التمرين 9 كيفاش طبقنا نظرية بايز، كيفاش حكمت الصيغة الرياضية تاعي، رحت جزأتها إلى وحداتها باش نبسط الأمور، كيفاش حسبت الاحتمالات البسيطة، ومن بعد عاودت ركبت الصيغة الرياضية تاعي باش نتحصلوا في نهاية المطاف على الاحتمال المطلوب مني حسابه. حندير إذا نفس المبدأ، وش هي دركا رايحة تختلف المعطيات شوية، رايحين إذا نشوفوها الاختلاف في المعطيات، وإن كان يبقى المبدأ هو نفسه. إذا كنا ناخذوا التمرين 10، وش يقول لي في التمرين 10؟ كاين جمعية سياحية، هذه الجمعية تستأجر سيارات، سيارات تستأجرها من 3 وكالات، وكالة A وكالة B وكالة C، بحيث أنه الجمعية 60% من السيارات اللي تستأجرها هي تابعة للوكالة A، 30% تابعة للوكالة B، و10% تابعة للوكالة C. وش قال لي في المعطيات التمرين؟ إذا علمت أن 9%، 20% و6% من السيارات المستأجرة على التوالي من الوكالات A، B و C بحاجة إلى مراجعة ميكانيكية، دونك تحتاج ريفيزيون، فما احتمال أنها تكون السيارة المستأجرة من الوكالة A بحاجة إلى مراجعة. إذا كما جرت العادة، نروح نحط التجربة تاعي، نتخيل التجربة تاعي في الورقة تاعي قدامي، نحط المعطيات تاعي باش نجم نستغل المعطيات ونختار القانون المناسب تاعي أنايا. ها هي الوكالة تاعي A، واش قال لي؟ قال لي باللي الجمعية تاعي 60% من السيارات اللي راح تستأجرها جاية من الوكالة A هذه، ونفس الوكالة قال لي باللي 9% من السيارات اللي جايين من هذه الوكالة يحتاج مراجعة ميكانيكية، معناتها ريفيزيون. نفس الحكاية بالنسبة للوكالة B، الوكالة B 30% من السيارات اللي تستأجرها هذه الجمعية جايين من الوكالة هذه، والوكالة 20% من السيارات تاعها يحتاج مراجعة ميكانيكية. عندي الوكالة الثالثة اللي هي الوكالة C، 10% منها هي اللي تستأجرها الجمعية السياحية، وأعطاني المعطيات 6% من سيارات هذه الوكالة تحتاج مراجعة ميكانيكية. أوكي، هذا دونك بالنسبة للرسم. خلينا نحكموا الرسومات البيانية هذه ونحطها لكم في الشكل اللي مديته لكم باش نبسط به نظرية بايز. لانه هنا وعلاش نحكيو على نظريه بايز، لانه تلاحظوا باللي دائما قلت لكم المبدا تاع نظريه بايز ان تكون عندي اكثر من مجموعتين، باغ اكزومبل زوز مجموعات، 3 4 5 وهكذا، وكل وحده فيهم مقسومه الى جزئين او اكثر من جزئين، دو فاسون جينيرال من جزئين فما اكثر، هو في الاغلب الحالات تكون جزئين. دونك كما لهنا مش عندي، عندي الوكاله السياحيه الاختيار تاعها بين 3 وكالات A و B و C، دونك مجموع السيارات مقسومين إلى 3 مجموعات، مجموعة تاع الوكالة A، مجموعة تاع الوكالة B، ومجموعة تاع الوكالة C. كون ناخذ أي وكالة من الوكالات الثلاث تاعي، راح نلاحظوا باللي السيارات في نصهم كاين عندي مجموعة تستدعي مراجعة وتحتاج إلى مراجعة ميكانيكية، والمجموعة المتبقية أوتوماتيكمون لا تحتاج مراجعة ميكانيكية، وبالتالي إذا حبيت المعطيات تاعي هذه نحطها في الشكل البياني اللي شفناهم في المحاضرة الخاصة بنظرية بايز، حيعطيني القيمة اللي قلت لكم عليها، أو الصيغة الرياضية والشكل الرياضي عفوا اللي خذيناه، هو أنه عندي على سبيل المثال 3 مجموعات A و B و C، كل مجموعة فيهم مقسومة إلى مجموعتين هما في حد ذاتهم متنافيتين، XA و YA بالنسبة للمجموعة A، اكس بي و واي بي بالنسبه للمجموعه بي، و اكس سي و واي سي بالنسبه للمجموعه سي. الا والبي والسي قلنا متنافيين، وبين الايغريك وبين اكس هما في حد ذاتهم متنافيين، وبالتالي اذا حكمت الرسم البياني تاعي هذايا
وعطيته المعطيات تاعي في حسب النص تاعي تاع التمرين العشر، نلقاو باللي في المجموعة أ والوكالة أ عندي مجموعة من السيارات لا تحتاج المراجعة ومجموعة تحتاج المراجعة. نفس الحكاية بالنسبة للوكالة بي، سيارات لا تحتاج المراجعة وسيارات تحتاج المراجعة. نفس الحكاية بالنسبة للوكالة سي، مجموعة تحتاج المراجعة ومجموعة لا تحتاج المراجعة. أوكي، هذا بالنسبة للمعطيات. كما جرت العادة درك واش راح نديرو، نحكموا المعطيات تاعنا هذوما ونحولوهم إلى القيم العددية التي تقابلها. وش قال لي؟ قال لي باللي 60% من السيارات اللي تستأجرها هذه الوكالة يجي من الوكالة، أو تستأجر عفوا الجمعية تأتي من الوكالة A، وبالتالي نسبة السيارات اللي تحتاج المراجعة علما أنها من الوكالة A هي 9%، اللي هي 0.09. وبالتالي القيم أو السيارات التي لا تحتاج المراجعة حتكون اوتوماتيكمون 1 - 0.09، اللي هي 0.91. السيارات المستأجرة من طرف الجمعية من الوكالة B نسبتها 30%، اللي هي 0.3. بالنسبة للوكالة B، نسبة السيارات اللي تحتاج المراجعة هي 20%، اللي هي 0.2. وبالتالي السيارات اللي ما تحتاج المراجعة هي 1 - 0.2، اللي هي 0.8. بالنسبة لنسبة السيارات المستأجرة من الوكالة سي هي 10%. السيارات اللي تحتاج المراجعة في الوكالة سي هي 6%، وبالتالي حنكتبها 0.06. ومنه السيارات التي لا تحتاج المراجعة في الوكالة سي هي 1 - 0.06، اللي هي 0.94. وبالتالي كي نجي نكتب القيم تاعي هذه واش حنكتب؟ احتمال اختيار الوكالة A هو 0.6، اللي هو 60%. احتمال انها السيارة تكون تحتاج الى مراجعة ميكانيكية علما انها في الوكالة A هو 9%، اللي هي 0.09. احتمال اختيار الوكالة B هو 30%، اللي هو 0.3. والسيارة تكون تحتاج إلى مراجعة ميكانيكية علما أنها من الوكالة B هو 20%، اللي هي 0.2. احتمال اختيار الوكالة C هو 10%، اللي هي 0.1. واحتمال أنها السيارة تحتاج إلى مراجعة ميكانيكية، قلنا لو ار هذا جاي من كلمة ريفيزيون، مراجعة ميكانيكية علما أنها في الوكالة سي هو 6%، اللي هي 0.06. إذا إلى حد الآن ما درت حتى شيء، إلى حد الآن حكمت هذه الصيغ الأدبية، حطيتها في شكل تاع رسم بياني باش نفهم الرسم البياني تاعي، وهزيت المعطيات تاعي وحطيتها في شكل رياضي. هذا واش درت إلى حد الآن، ما درت حتى شيء، جست حكمت ترجمت صيغة أدبية إلى صيغة رياضية. الآن وش طالب مني؟ ما احتمال أن تكون السيارة مستأجرة من الوكالة A بحاجة إلى المراجعة؟ معناتها هنا يحدد لي وش من وكالة. ما دام أن تكون السيارة مستأجرة من الوكالة A بحاجة إلى المراجعة، معناتها وش هي الحكاية دي؟ معناتها أني حنروح نختار الوكالة A وتكون السيارة بحاجة إلى مراجعة ميكانيكية. إذن هنا وش راح ندير؟ حناخذ احتمال اختيار الوكالة A والسيارة تكون بحاجة إلى مراجعة ميكانيكية. وتلاحظ بلي قلت اختيار الوكالة A والسيارة تكون محتاجة إلى مراجعة ميكانيكية، وعليه هذا الاحتمال حيولي عندي PR، معناتها احتمال أن السيارة بحاجة إلى مراجعة ميكانيكيا هي بالنسبة للوكالة A هو اختيار الوكالة A والسيارة تكون بحاجة إلى مراجعة ميكانيكية. PA هو 0.6، PRA هو 0.09، ضربت هذه في هذه لقيت الاحتمال تاعي هو 0.054. إذا هذا بالنسبة للاحتمال تاع أنها تكون سيارة من الوكالة A. كون يقول لي من B حنروح نضرب احتمال تاع B في احتمال تاع المراجعة علما أنها في بي. كون يقول لي احتمال أنها تكون من الوكالة سي، هنا يحدد لي مباشرة الوكالة، وبالتالي حنروح طول الوكالة. هنا قال لي آ رحت لآ، كون يقول لي بي روح لبي، كون يقول لي سي روح لسي.
اوكي دونك هنايا كون قلنا كون تكون السيارة تاعي من وكالة سي، معناتها حناخذ احتمال الوكالة سي اللي هو 10%، واحتمال انها تحتاج المراجعة علما انها من الوكالة سي اللي هي 0.06، ونضرب 0.1 في 0.6 تاعي ونلقى الاحتمال تاعي بالنسبة للوكالة سي. هذا حدد لي مباشرة الوكالة. الآن في السؤال الثاني وش راح يقول لي؟ ما احتمال أن تكون السيارة المستأجرة من الوكالة بي بحاجة إلى مراجعة؟ هذه اللي قلت لكم عليها، هاني اخترت الوكالة بي، هاني اخترت أنها تحتاج إلى مراجعة علما أنها من الوكالة بي، ضربت 0.3 في 0.2 ولقيت الاحتمال تاعي هو 0.03 0.06 عفوا. ما احتمال انها تكون السيارة مستأجرة من وكالة سي، دونك حنختار الاحتمال تاع الوكالة سي اللي هو 10% اللي هو 0.1، واحتمال انها تكون تحتاج الى مراجعة علما انها من الوكالة سي اللي هو 0.06. كي نجي نحسب الاحتمال تاعي نلقاه 0.1 في 0.06 كما قلت سابقا، نلقى الاحتمال هو 0.006. هذا اذا طلب مني، هو في التمرين اصلا طلب مني غير الوكاله ا، انا زدت لكم الوكاله بي وزدت لكم الوكاله سي جوست باش نفهمكم كيفاش نتعامل مع كل حاله على حده. قادر يكون السؤال بالنسبه للوكاله ا، بالنسبه للوكاله بي، بالنسبه للوكاله سي، وهكذا. اوكي دونك على حساب واش يدوموندي مني، قادر يقول لي من الوكاله ا او بي، تولي عندي جمع تاع ا مع البي، ا او سي، بي او سي، وهكذا. انا كي نحكم نحسب الاحتمالات تاع وكاله واحده، ومن بعد على حساب واش يقول لي هو في النص. الا قال لي تاع وكاله واحده نتعامل مع وكاله واحده، الا قال لي هذه او هذه نحكم الاولى نحسب لها احتمالها والثانيه نحسب لها احتمالها، ومادام نحكيو على او معناتها حنولي في الجمع، وهكذا. اوكي دونك هذا بالنسبه للثلاث حالات اللي هي تاع الوكالات، كل وكاله خذيتها على حده. ومن بعد واش دوموندا مني؟ دوموندا مني ما احتمال ان تكون السياره تابعه للوكاله بي مع العلم انها بحاجه الى مراجعه ميكانيكيه. درك احنا واش قلت لكم في المبدا تاعي تاع نظريه بايز، دائما يعطيني القيمه الجزئيه تكون قيمه معلومه، ويدوموندي مني نخرج. يعني قلت لكم في كنتوا له مع المحاضره، قلت لكم دائما نخرجوا لبرا، معناتها كي هنا عندي الجزء تاع السيارات بحاجه الى مراجعه يعطيني قيمه معلومه، هاو قال لي مع العلم انها بحاجه الى مراجعه ميكانيكيه. ودائما في نظريه بايز جون فاسون جنرال في الصيغه العامه تاعها يروح يقول لي دوموندي عليا القيمه اللي برا، معناتها القيمه تاع الوكاله ا ولا الوكاله بي ولا الوكاله سي. دونك لهنايا كي ناخذ القيمه تاعي او السؤال تاعي لهنايا اعطاني الحاله المعلومه هي حاله المراجعه الميكانيكيه، وقال لي شوف البرة، معناتها ما احتمال انها الوكاله تكون هي الوكاله بي، وبالتالي الاحتمال المطلوب حسابه هو ما احتمال انها تكون الوكاله بي علما انها السياره تاعي تحتاج الى مراجعه ميكانيكيه. الصيغة العامة كما جرت العادة كما شفنا في التمرين التاسع، الصيغة العامة كي نجي نكتبها حنكتبها بالشكل هذا، تولي عندي بي بلوتو احتمال بي علما انها ار، معناتها تحتاج مراجعة ميكانيكية. الار تاعي هذه هبطها في البسط، كي نجي نهبطها في البسط حنكتب الصيغة العامة للاحتمالات. واش معناتها الصيغة العامة للاحتمالات؟ معناتها السيارة تاعي تحتاج مراجعة، بصح وش من وين تابعة السيارة تاعي التي تحتاج المراجعة؟ الار تاعي هذه لهنايا، الى حد الان لو ار تاعي هذه ما على باليش، حناخذها بشكلها العام على ذيك يسمى بالقانون العام للاحتمالات. الار هي الريفيزيون، هي المراجعة العامة. الى حد الان ما زدت ما على باليش اين تابعة المراجعة الميكانيكية، حناخذ الحالات تاعي كل، معناتها حنكون اما في الوكالة ا والسيارة تحتاج مراجعة علما أنها في الوكالة A، أو أني نختار الوكالة B والسيارة تكون تحتاج مراجعة علما أني في الوكالة B، أو أني نختار الوكالة C والسيارة تحتاج مراجعة علما أني في الوكالة C.
هذه اذا الحالات العامه تاعي انايا. ومن بعد درك من الحاله العامه تاعي واش قلت لكم في التمرين التاسع، قلت لكم دائما الحاله الممكنه تتجبد من الحاله العامه تاعي. هنا عندي سيناريو اول ثاني ثالث، عندي خيار بين الوكاله ا والوكاله ب والوكاله سي. نعاود نرجع للسؤال تاعي، ان تكون السياره تابعه للوكاله ب، معناتها حناخذ الجزء هذايا اللي خاص بالوكاله ب هو اللي نطلعه في البسط. راكم تشوفوا باللي الصيغه هذه هي نفسها الصيغه هذه. اوكي، دونك كما درنا في التمرين التاسع نبقاو دائما في الميكانيزم تاع تبسيط الامور حتى يوالف ليتيديون على المبدا، ومن بعد كي نفهم المبدا وسي بون ثم ما بقيناش نحتاجوا تجزئه، وانما يولي الطالب مباشره يحسب العمليات الحسابيه وش يركز مع المراحل اللي يكتبهم برك وسي بون. دونك حنا كما جرت العاده نحكموا الجزء هذايا اللي محكوم في البسط نهملوه مؤقتا. اوكي، ورايحين نهتموا بالاجزاء الثلاثه الموجوده عندي في المقام. دونك حنحكم القيمه تاعي هذه كما درنا في التمرين التاسع، راح نكتبها لهنايا ونجزئها الى الاجزاء تاعها. عندي احتمال تاع ا واحتمال تاع تحتاج مراجعه علما انها في ا. نحكم الجزء تاعي هذايا نجزء حتى هو كيف كيف، احتمال الاستئجار سياره من الوكاله بي واحتمال انها تكون تحتاج مراجعه من الوكاله بي. نزيد نحكم الجزء تاعي هذايا نهبطوا لهنايا، تولي عندي احتمال بي سي ها هو وين هو، وبي ار سي ها هو وين هو. اوكي، دونك هذا هما الشيء اللي درناه في التمرين التاسع. تقول لي يا استاذ وانا نعاود، انني على بالي واش قاعد ندير، دونك انني نعاود جوست باش نرسخ الامور لبعض الطلبه، سيرتو بالنسبه لكاين بعض الطلبه لي المستوى تاعهم في الرياضيات الله غالب من الثانويه ما قراوش مليح في الرياضيات، دونك اذا انتقل من الرياضيات الاحتمال مباشره حتكون بالنسبه ليه الامور صعيبه، ولذلك حنايا نحاولوا نبسطوا الامور للناس الكل والاكبر قدر ممكن من الطلبه. اذا كما جرت العاده كما شفنا في التمرين التاسع نحوس على القيمه تاع بي ا بي 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 سي، ومن بعد نحوس على القيمه هذه والقيمه تاع المراجعه في ا والمراجعه في بي والمراجعه في سي. دونك انا بالنسبه ليا هنايا الاختلاف الموجود بين التمرين التاسع والتمرين العاشر، التمرين التاسع الا كان شفيتو واش عطاني، عطاني ثلاث اكياس وما حددليش احتمال ما احتمال اختيار الكيس الاول او احتمال اختيار الكيس الثاني او احتمال الكيس الثالث، ما عطانيش ما عطاني حتى شرط. وبالتالي في التمرين التاسع حكمت احتمال اختيار الكيس الاول هو نفسه احتمال اختيار الكيس الثاني هو نفسه احتمال اختيار الكيس الثالث، وعطيتهم كل دونك حكمت ثلاثه قسمتها عطيتهم ثلث ثلث ثلث. الان بالنسبه لي في التمرين العاشر تتبدل الحاله شويه، هنا واش عطاني، عطاني احتمالات اللي هي عباره عن نسب. واش قال لي؟ نسبه اختيار الجمعية للوكالة A هي 60%، وبالتالي احتمال بي A تساوي 0.6. احتمال اختيار الوكالة B هي 30%، وبالتالي هي 0.3. واحتمال اختيار الوكالة C هي 10%، وبالتالي هي 0.10. هنا إذا في النص حدد لي صراحة احتمال كل وكالة على حدة. وعليه واش راح ندير؟ مدام بالنسبة لي لهنايا أعطاني الاحتمال والقيم هذه حددناها قبيلة مسبقا، دونك تولي عندي بي أ اللي هو احتمال اختيار الوكالة أ 0.6، وتكون تحتاج إلى مراجعة علما أنها من الوكالة أ اللي هي 0.09، أو بي بي احتمال اختيار الوكالة بي اللي هو 30% 0.3، وتكون محتاجة مراجعة علما أنها في بي اللي هي 20% اللي هي 0.2، أو احتمال اختيار وكالة سي اللي هو 10% 0.1، وتحتاج مراجعة علما أنها في الوكالة سي اللي هي 6% اللي هي 0.06. إذا هذا بالنسبة للقيم تاعي أنايا اللي هما الاحتمال الكلي أو الصيغة العامة الاحتمال الكلي. قلنا حنايا واش نروحو نديرو من الصيغ الثلاث تاعي الخيارات تاع A أو B أو C، نروح نتبع السؤال تاعي قال تابع للوكالة B، دونك حنهز الجزء اللي خاص بالوكالة B تاعنا ونطلعو هو اللي في البسط تاعنا، وبالتالي حتولي عندي 0.3 في 0.2 اللي هو عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية تاعي، ونروح هنايا مباشرة نحسب الاحتمال تاعي. هاو هنايا باش نميزلكم بلي راني في الحالة الثانية اللي هي حالة الوكالة بي،
نفس القيمة لهنا، يعني نجبدها من هنا ونطلعها في البسط، ونلقى الاحتمال تاعي اللي هو 0.5. اوكي، نروح دركا الى حد الان راني جاوبت على السؤال هذايا. حنزيد لكم دونك دركا، لاني مش دايما كما في التمرين التاسع والتمرين العاشر هذايا لقينا باللي الصيغه اي دايما تكون في النص هنا، باش ما يفهمش ليتيديون باللي دايما نحكي غير على حكايه النص. رايح نبدل الصيغه تاع التمرين تاعي، حناخذ 3 حالات. كون تكون عندي الصيغه تاع اختيار وكالة علما انها تحتاج مراجعة ميكانيكية، ولا انها تكون من الوكالة سي علما انها تحتاج المراجعة ميكانيكية. دونك هنا بالنسبة لاختيار ان تكون سيارة تابعة لوكالة بي علما انها تحتاج مراجعة، لقينا الاحتمال هو 0.5. رايح نبدل، اذا هذه عبارة عن زيادة فقط باش نعد نوضح الامور للطلبة. حنسأل سؤال ماهوش موجود اصلا في التمرين، حنقول ما احتمال ان تكون سيارة تابعة للوكالة المرة هذه، مع العلم انها بحاجة لمراجعة ميكانيكية، وبالتالي حيصبح الاحتمال المطلوب من حسابه هو ما احتمال اني نختار وكالة علما انها السيارة تحتاج الى مراجعة ميكانيكية. حنكتب نفس الصيغة، دونك سي با لا بان، مانيش رايح نعاود نشرح لكم طريقة التجزئة لاني شرحتها مع الوكالة بي، وبالتالي في الحالة هذه حيكون عندي كيف كيف المقام 3 حالات تاعي. عندي الحالة الأولى تاع الوكالة أ، الوكالة بي، والوكالة سي. السؤال تاعي يقول لي ما احتمال أن تكون سيارة تابعة للوكالة أ، وبالتالي حنهز الجزء هذايا اللي خاص بالوكالة أ هو اللي راح نطلعه لهنايا في البسط، وبالتالي حتخرج لي القيمة تاعي هذه هي نفسها هذه، ونطبق عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية، نحسب الاحتمال تاعي حنلقاه 0.45. حالة ثالثة اللي هي ما احتمال أن تكون السيارة تابعة لوكالة سي المرة هذه، مع العلم أنها بحاجة إلى مراجعة ميكانيكية. في الحالة هذه حيولي الاحتمال اللي راح مطلوب مني حسابه هو بي سي علما أنها آر، معناتها ما احتمال أنها تكون السيارة تابعة للوكالة سي علما أنها تحتاج إلى مراجعة ميكانيكية. كيف كيف نفس الصيغة اللي حسبناها قبيل، القانون العام. دركا نعاود نرجع للسؤال تاعي، أن تكون السيارة تابعة للوكالة سي، وبالتالي راح نرجع للجزء الخاص بالوكالة سي هو اللي نطلعوه في البسط تاعي لهنايا. حتخرج لي دونك القيمة هي نفس القيمة تاع الوكالة سي، ونقسم عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية، وحنلقى إذا الاحتمال تاعي بالنسبة للسيارة أنها تكون تابعة للوكالة سي هو 0.05. أوكي، دونك هذا بالنسبة للمبدأ العام تاع نظرية بايز. كي نفهم الشيء اللي قلته في المحاضرة ونركز مليح مع التجزئة ولا عملية التفكيك اللي قمت بها في التمرين التاسع ثم أعدتها في التمرين العاشر، نبدأ نفهم تري بيان لو برينسيب كيفاش نحدد نظرية بايز باللي المعطيات تاعي اي تخص نظرية بايز، كيفاش نكتب الصيغة العامة، نحدد وش من حالة من الحالات الثلاث الأربعة الخمسة على حساب المعطيات تاعي شكون فيهم اللي هي مطلوب مني حسابها، نروح نحسب القانون العام اللي هو دايما يكون الصيغة تاعو في المقام، نروح نحسب المقام تاعي، ومن بعد من المقام تاعي نجبد وحدة فيهم اللي هي معنية بالحساب ونطلعها البسط، ونحسب العمليات نقوم بالعمليات الحسابية تاعي ونلقى الاحتمال تاعي بشكل بسيط جدا. اوكي، دونك هذا بالنسبة للتمرين العاشر. التمرين الحادي عشر حنبقاو في نفس المبدأ. اوكي، الاعادات راني نعاود وش هي المعطيات رايحه تختلف. دروك نشوفوا الاختلاف تاعنا في التمرين العاشر وش هي الموجود الاختلاف بين التمرين التاسع العاشر والحادي عشر. روح التمرين الحادي عشر وش قال. كيف كيف عندي 3 مجموعات تاع انتاج، واحده رمزت لها بA1، واحده رمزت لها بA2، واحده رمزت لها بA3، تحتوي كل منها على قطع غيار مصنوعه في شركتين مختلفتين F1 وF2. دونك المجموعه A فيها زوز انواع من القطع، مجموعه مخدومه في الشركه F1 اللي هي فاكتوري 1، والمجموعه الثانيه مخدومه في شركه 2 اللي هي فاكتوري 2. دونك عندي مجموعه اولى مقسومه الى هي في حدثها الى مجموعتين.
المجموعة الثانية اللي هي A2 كيف كيف فيها مجموعتي ولا نوعين تاع قطاع غيار، فاكتوري 1 وفاكتوري 2. المجموعة الثالثة اللي رمزتلها A3 كيف كيف حتى هي فيها مجموعتين تاع قطع الغيار فاكتوري 1 وفاكتوري 2. دونك واش قال لي؟ دونك حنحط المعطيات تاعي. واش قال لي؟ إذا علمت أن 30% من قطع المجموعة الأولى من صنع F1. هنا وقاعد يعطيني في احتمالات تبعض المجموعات الجزئية داخل A1 وA2 وA3. لازم لي نركز معاها من الكلمات هذوما تربية ونقرا النص ونكتبها. ماني قلت لكم دايما والف في روحكم ورقة وستيلو واكتب المعطيات دايما قدامك، لانك غير تغلط في قيمة ديبلاسيها تحطها في بلاصة خاطيتها اوتوماتيكمون معناتها الحساب تاعك كامل راح. واش قال لي؟ إذا علمت أن 30% من قطع المجموعة الأولى من صنع F1، 45% من قطع المجموعة الثانية من صنع F2، 60% من قطع المجموعة الثالثة من صنع F1، نختار مجموعات إنتاج بصفة عشوائية. معناتها إما نختار المجموعة A1 أو نختار المجموعة A2 أو نختار المجموعة A3 ونسحب منها قطعة غيار. تشبه تقريبا التمرين التاسع. شيء هنا كاين اختلاف شوية وكاين تلاعبات في الألفاظ، أوكي، أو مش دايما يكون النص تاعي صريح وبسيط، وإنما في بعض الحالات تكون هناك تلاعبات في الألفاظ. هذا هو الإشكال، إني نقعد نكونسنتري مع الشيء اللي تكتب قدامي ونجبد المعطيات ونحطهم قدامي قلت لكم بورقة وستيلو. هذه أي مهمة جدا، وتلاحظوا باللي سيرتو الجملة هذه من بداية كل تمرين نحكي لكم عليها لأنها مهمة جدا. هذه هي ليتاب لا بريمورديال، هي الأساسية. كون نغلط في هذه المرحلة وما نعرفش نكتب الصيغ تاعي، ولا ما نعرفش نحدد القيم تاعي، ولا ما نعرفش نحدد الكلمات المفتاحية تاعي، اوتوماتيكمون يا جماعة الخير او كل شيء يروح يتضرب في الصفر. اوكي، واش قال لي؟ نسحب قطعة تغيار بطريقة عشوائية من اما A1 او A2 او A3، ما احتمال ان تكون من صنع F1. راح نبسط لكم الامور. هاو الشكل تاعي، عندي ثلاث مجموعات، مجموعة A1، مجموعة A2، مجموعة A3. المجموعة A1 ولا 2 ولا 3 مقسومة هي في حد ذاتها إلى مجموعتين، معناتها كل مجموعة فيها زوز أنواع تاع قطع غيار، واحدة مخدومة في الشركة F1 وواحدة مخدومة في الشركة F2. اوكي، هذه هي الكتابه دون فاسون جينيرال. كي نجي نكتبها بالشكل هذايا، ومن بعد واش نروح ندير؟ نروح نحكم كل قيمه من قيم F1 ولا F2، A1 ولا A2 ولا A3، كل واحده فيهم على حساب واش كاين مذكور في النص، نروح نبدلها بالصيغه والقيمه تاعها العدديه. واش قال لي لهنايا؟ لاحظ باللي احتمال اختيار A1 و A2 و A3 ما عطاهوليش. واش قال لي؟ قال لي نختار مجموعة إنتاج بصفة عشوائية، معناتها ما على باليش ما احتمال تهادي واحتمال تهادي واحتمال تهادي، ما عطاهوليش هنا في النص صراحة ما عطاهوليش. وفي هذه الحالة واش راح ندير؟ حنحط مادام ما عطانيش الاحتمال تاع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة كي ما عطاهوليش، على عكس واش درنا في التمرين العاشر. في التمرين العاشر عطاني A 60%، بي 30% و سي 10%. هنا ما عطانيش، كي ما عطانيش واش نروح ندير؟ اوتوماتيكمون نروح نحط احتمال تاع A1 يساوي بلوتو احتمال تاع A2 يساوي الاحتمال تاع A3. هذه هي سي با لابان يعطيها لي، هذه ديكلونشي وحدها اوتوماتيكمون. لو فات انه ما يعطينيش الاحتمال، يعطيني مجموعات ويقول لي اختيار عشوائي وما يحددليش الاحتمال تاع كل مجموعه، لهنايا اوتوماتيكمون نروح نعطيهم كل نفس الاحتمال. هنا حنعطيه الاحتمال 1 على 3 1 على 3 1 على 3. ومن بعد درك نروح ندخل للنص، نعاود نرجع للنص تاعي. اذا علمت ان 30% من قطع المجموعه الاولى اللي هي A1 من صنع F1، معناتها F1 احتمال تاعها القيمه تاعي، راني نحكي على الاف ان لهنايا، حيعطيني الاحتمال تاع 30%. معناتها الاحتمال المطلوب مني حسابه ما احتمال ان تكون من صنع F1. هنا درت لكم الدوائر وبدلت لكم لي كولور والدوائر باش نفهم باللي اني نحكي على ان تكون من صنع F1. قال لي من صنع F1 معناتها من شركه F1.
بصح اسكو القطعه تاعي تاع الغياره دي لوش من مجموعه تابعه يعلم ربي. هو واش قال لي؟ قال لي في السؤال تاعي ان تكون من صنع اف 1 وسكت، معناتها الاف 1 قادره تكون تابعه للمجموعه الاولى ا 1، او الاف 1 تكون تابعه للمجموعه الثانيه ا 2، او الاف 1 تكون تابعه للمجموعه 3. اوكي، دونك الشيء اللي كان كنت حنقوله قبيله هو اني درك واش راح ندير، نحكم الاف المعطيات تاعي ونهبطهم في الشكل تاعي هذايا. اذا علمت ان 30% من قطاع المجموعه الاولى من صنع اف 1، معناتها نحكم الاف 1 تاعي لهنايا حنعوضها بالقيمه تاعها اللي هي 0.3. الاهتمام تاعي لهنايا راهو منصب على الاف 1. اوكي، دونك مبدئيا رايح نتخضع على الاف 2 مبدئيا، نهتم غير بالاف 1. واش قال لي؟ اذا علمت ان 30% من قطاع المجموعه الاولى من صنع اف 1، معناتها اعطاني نسبه اف 1 تاع ا 1، راني في الاف 1. ومن بعد واش قال لي؟ من قطع المجموعه الثانيه من صنع اف 2 نسبتهم 45. هنا واش اعطاني في ا 2 في المجموعه الثانيه؟ ما اعطانيش اف 1 وانما اعطاني اف 2، النسبه تاعهم هي واش هي؟ هي 45%. انا نحتاج اف 1 ولا نحتاج اف 2؟ نحتاج اف 1. هو اعطاني اف 2، وبالتالي واش نروح ندير؟ نروح نحسب الاحتمال تاع الحادث المتمم تاعي. مادام اعطاني اف 2 في المجموعه ا 2، كي نجي نستنتج القيمه تاع اف 1 هي 1 ناقص اف 2 اللي هي 1 ناقص 0.45. حنلقاها القيمه تاع اف 1 بالنسبه للمجموعه الثانيه هي 0.55. اني قلت لكم اني نهتم غير بالاف 1 وبالتالي نحوس غير على القيم تاع اف 1 تاعي. هنا لقيتها 0.3، هنا اعطاني 0.45 في النص، رحت استنتجت القيمه تاع اف 1 في المجموعه الثانيه. نروح نكمل، و 60% من قطع المجموعه الثالثه من صنع اف 1، معناتها حنحكم الاف 1 تاعي لهنايا نعوضها بالقيمه تاعها اللي هي 60%، حنلقاو 0.6. اوكي، دونك هنا حددت القيمه تاع اف 1 تاع المجموعة الأولى، اف 1 تاع المجموعة الثانية، والاف 1 تاع المجموعة الثالثة. نروح نطبق. واش قلنا؟ قلت لكم باللي الاحتمال هو من صنع اف 1، معناتها اسكو الاف 1 تاعي تابعة للمجموعة الأولى أو تابعة للمجموعة الثانية أو تابعة للمجموعة الثالثة. كي نجي نكتبها بالصيغة الرياضية واش حنكتب؟ نكتب احتمال ا 1 تساوي ا 2 تساوي ا 3 تساوي 1/3. معناتها احتمال اختيار المجموعة الأولى هو نفسه احتمال اختيار المجموعة الثانية هو نفسه احتمال اختيار المجموعة الثالثة. كل واحدة فيهم كيما قلت لكم قبيل عطيتو الاحتمال تاع ثلث. ومن بعد شروح الدرد احتمال اختيار أو أنها تكون القطعة مصنوعة من الشركة اف 1 علما أنها تابعة للمجموعة الأولى هي 0.3. هذه وزين نكتبها بالصيغة الرياضية، نكتب احتمال انها تكون مصنوعه من الشركه الاولى علما انها تابعه للمجموعه الاولى، احتمال انها تكون من المجموعه الاولى علما انها في بلوتو مصنوعه من الشركه الاولى اف 1 علما انها تابعه في المجموعه الثانيه. هذه استنتجتها انه في المعطيات واش قلنا؟ 45% من القطع من قطع المجموعه الثانيه من صنع اف 2. دونك هذه واش عطاني؟ نعطاني احتمال انها تكون من اف 2 علما انها في المجموعه الثانيه ا 2 تساوي 0.45. لقيت قلت لكم قبيل بالحادث المتمم لقينا هي 1 ناقص 0.45. استنتجتها باش نلقى القيمه هذه، لان هذه القيمه اللي نحتاجها انايا، نحتاج غير قيم تاع اف 1، ما نحتاج قيم تاع اف 2 وانا ما نحتاج قيم تاع اف 1. دونك هنا خرجت الاف 1 تاع ا 1، خرجت هنايا الاف 1 تاع ا 2 اللي هي 0.55. واش راح واش قعد لي؟ قعد لي بي اف 1 تاع ا 3 اللي هي عطاها لي مباشره اللي هي القيمه تاعي تاع 0.6. وعليه يولي الاحتمال تاعي هو احتمال انها تكون القطعه مصنوعه من الشركه الاولى، هو الاختيار تاعي انها القطعه تكون من المجموعه الاولى وتكون مصنوعه من الشركه الاولى علما انها في المجموعه الاولى، او انه الاختيار تاعي يكون في المجموعه الثانيه واش القطعه تكون مخدومه او مصنوعه من الشركه الاولى علما انها في المجموعه الثانيه، او الاختيار تاعي يكون في المجموعه الثالثه
والقطعة تاعي تكون مصنوعة من الشركة الأولى، علما أنها في القطعة أو في المجموعة الثالثة. أوكي، دونك علاش؟ لأنه الاختيار تاعي تم اختيار مجموعة إنتاج بصفة عشوائية، ما على باليش إلى حد الآن أسكو الاختيار تاعي أو يدي كي تهبط تروح للمجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة، علما أنها القطعة اللي راح يتم سحبها تكون من صنع اف ان، معناتها اف ان في المجموعة الأولى أو اف ان في المجموعة الثانية أو اف ان في المجموعة الثالثة. القيم هذه لقيناهم، روحوا جست نديروا لها تطبيق عددي تاعها، حنجاوب لي الاحتمال تاع انها تكون القطعة تاعي من صنع اف ان هي 0.48. دركا واش دالي؟ حندير نفس المبدأ، ما احتمال ان تكون القطعة تابعة ل A3 علما انها من صنع F2. دونك نفس الحكاية، دركا راح نديرو النظرية تاعي تبايز. قلنا النظرية تاعي تبايز دايما نبدا من الداخل ونجي خارج لبرا، معناتها لهنايا قال لي مع العلم انها من صنع F2، معناتها على بالي بالF2 الداخل واش كاين، ما احتمال انها تكون تابعة للمجموعة الثالثة. اذا لهنايا المعطيات تاعي اللي شفناهم عطاهم لي ثلاث مجموعات A1 A2 A3 متنافية، كل واحدة فيهم مقسومة إلى جزئين. أعطاني لهنايا القيمة تاع F1 بالنسبة ل A1، أعطاني لهنايا القيمة تاع F2 بالنسبة ل A2، وأعطاني هنايا القيمة تاع F1 بالنسبة ل A3. السؤال تاعي درك واش قال لي؟ أن تكون القطعة تابعة ل A3 مع العلم أنها من صنع F2، معناتها درك الاهتمام تاعي حيكون منصب في ال F2 ماهوش في ال F1، وبالتالي مادام هنايا في المجموعة الأولى عطاني F1 هو 0.3، اوتوماتيكمون F2 شحال حنلقاوه؟ حنلقاوه المتمم تاعو، معناتها حنلقاه 1 ناقص F1، حنلقى ال F2، معناتها لهنايا كي نجمعهم حنلقاهم الواحد. عطاني ال F1، استنتجت ال F2 تاعي اللي هو 0.7. هنا مباشرة بالنسبة للمجموعة الثانية أصلا أعطاني المعطيات بالنسبة للمجموعة الثانية هو 0.45، دونك هنا سي با لا بان نحتاج نحوس على اف ان، لأنه الاهتمام تاعي منصب على الاف 2. هنا نروح للمجموعة الثالثة، أعطاني فيها القيمة تاع اف ان اللي هي 0.6، وبالتالي الاهتمام تاعي منصب على القيمة تاع اف 2. حنحي القيمة تاع اف 2 وندير المتمم تاعها اللي هي 1 ناقص 0.6 اللي هو 0.4. اوكي، واش نروح ندير دركا؟ نروح نطبق ولا نحسب الاحتمال تاعي. ما احتمال انها تكون المجموعة التي تم اختيارها هي المجموعة الثالثة، علما انها القطعة تاعي، ان القطعة تاعي من صنع F2، معناتها انها القطعة اللي سحبتها تكون من المجموعة الثالثة، علما انها مصنوعة في الشركة الثانية. لهنايا سي با لا بان نبقى نعاود باش ما نطولش عليكم بزاف، جوست نروح نبدل ونكتب العبارة تاعي بي A3 F2، دونك ال F2 لهنايا اللي هي من الشركة الثانية، نهبط القيمة تاع F2 نهبطها للمقام. وش معناتها؟ معناتها القطعة تاعي مخدومة في الشركة الثانية، بس اسكو دركا تابعة للمجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة؟ لأنه لهنايا بالنسبة لي كي ناخذ القيمة تاع F2 ونهبطها للمقام حتقعد القيمة غير قيمة تاع F2، A3 ما تهمنيش بو لانستون، تهمني غير قيمة تاع F2، معناتها القطعة تاعي راهي مخدومة في الشركة رقم 2. بس اسكو القطعة تاعي اللي مخدومة في الشركة 2 هل تم اختيارها من المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية ولا المجموعة الثالثة؟ يعلم ربي. وبالتالي حنأخذ الحالات كل، معناتها كي نجي نكتب الـ F2 تاعي بالقانون العام تاع الاحتمالات، وش نكتبها؟ قادرة القطعة تاعي تاع F2 هذه تكون تابعة للمجموعة الأولى، وبالتالي لازم يكون الاختيار تاعي متوجه نحو المجموعة الأولى، وفي هذه الحالة حنكتب أني احتمال اختيار المجموعة الأولى، واللي هي في احتمال انها تكون مصنوعة من الشركة الثانية وتابعة للمجموعة الأولى، أو القطعة تاعي تاع F2 تكون تابعة للمجموعة الثانية وعليه الاختيار تاعي سينصب على المجموعة الثانية، فأكتب احتمال اختيار المجموعة الثانية وقطعة تكون مصنوعة من الشركة 2 علما أنها تابعة للشركة أو المجموعة الثانية، أو القطعة تاعي توجو تاع F2
تكون تابعة للمجموعة الثالثة وعليه الاهتمام تاعي سوف ينصب، ولا الاختيار تاعي سوف يتوجه نحو المجموعة الثالثة، فأكتب احتمال اختيار المجموعة الثالثة اللي هو أطروا في اللي هي و المجموعة القطعة تكون مصنوعة من الشركة الثانية. إذن الشركة الثانية في المجموعة الأولى، أو الشركة الثانية في المجموعة الثانية، أو الشركة الثانية في المجموعة الثالثة. هذه القيم كما شفنا في التمرين التاسع والعاشر نهملوا هذه مؤقتا، نحكموا هذه نروح نفكوهم. عندي البي ا 1 لقيناها اللي هي 1/3، البي ا 2 اللي هي 1/3 0.33، بي ا 3 هي 1/3 0.33، ومن بعد نلقاو القيم هذوما. بي اف 2 ا 1 معناتها احتمال انها تكون القطعة تاعي من الشركة الثانية، علما انها في المجموعة الاولى، ها هي 0.7. اف 2 تاع ا 1 هاي 0.7، ها هي 0.7. ومن بعد بي اف 2 معناتها من صنع الشركة الثانية وفي المجموعة الثانية، ها هي القيمة تاعي تاع 0.45، حنهبطها لهنايا. بي اف 2 ا 3 معناتها القطعة تاعي مصنوعة من الشركة الثانية وتابعة للمجموعة الثالثة، نروح لاف 2 تاع المجموعة الثالثة تاعي اللي هو 0.4، نهبطها لهنايا. حنلقى القيم تاعي هذه هي المجموعة الأولى هنايا، عندي هذه هي المجموعة الأولى، هذه هي المجموعة الثانية، وهذه هي المجموعة الثالثة. دونك أن تكون القطعة تابعة للمجموعة الثالثة، مع العلم أنها من صنع F2، وبالتالي عندي الحالة الأولى، الحالة الثانية، والحالة الثالثة. احنا واش قلنا الحالة الممكنة دايما نجبدها من الحالة العادية الكلية. حنروح للحالة الثالثة، هي اللي رايح نطلعها ونحطها هنايا في البسط. حنلقاو 0.33 في 0.4 هي القيمة اللي طلعتها في البسط، ونروح ندير ديريكتومون تطبيق عددي وندير العملية الحسابية تاعي. حنلقى الاحتمال تاعي هو 0.26. اوكي، دونك الاختلاف الموجود بين التمرين التاسع والتمرين العاشر والتمرين الحادي عشر، ورايحين نشوفوا سيناريو آخر في التمرين الثاني عشر، هو الاحتمالات. ساعات يعطيها لي بصراحة، ساعات يعطيها لي ضمنية، معناتها ما يقوليش الاحتمالات، حنولي نعطي الاحتمالات متساوية، وهناك تلاعبات في الألفاظ وهكذا. وما سنراه في التمرين الثاني عشر اللي هو التمرين الأخير تاع السلسلة، حيبدل لي السيناريو، حيولي يعطيني الاحتمال مربوط بتجربة أخرى. إذا وش قال لي في التمرين 12؟ قلنا بلي لدينا ثلاث أكياس مرقمة 1، 2، و3 وحجر نرد. تلكم إشكال أي هو تلاعبات في الألفاظ. الكيس تاعي الأول وش فيه؟ فيه ثلاث كرات حمراء، زوز كرات بيضاء، وكرة سوداء. الكيس الثاني فيه أربع كرات حمراء، ثلاثة بيضاء، وزوز سوداء. الكيس الثالث فيه خمس كرات حمراء، ربعة بيضاء، وثلاثة سوداء. هذا وش كاين في الأكياس الثلاث تاعي؟ درك واش نروح ندير؟ نحط الأكياس تاعي على جنب، ونروح نقوم بالتجربة الثانية اللي هي رمي حجر النرد. واش قال لي في الحجر النرد؟ كي نرمي الحجر النرد ويظهر الرقم 1 أو 2، فالاختيار تاعنا نروح نسحب الكرتين تاعي، نروح نسحبها من الكيس الأول. إذا ظهر الرقم 3 نروح نسحب من الكيس الثاني، وإذا ظهر الرقم 4 أو 5 أو 6 نروح نختار الكيس الثالث، وبالتالي السحب تاعي سيكون من الكيس الثالث. واش قال لي؟ نسحب في كل تجربة كرتين، راح نجبد كرتين. اوكي، ما احتمال انها الكرتين المسحوبتان تكون من نفس اللون كما جرت العادة، ورقة وستيلو قدامي ونبدا نجبد المعطيات تاعي ولا نرسم التجربة تاعي باش تتضح لي الرؤية. عندي ثلاث اكياس، الكيس الاول رقم 1 وش فيه؟ عندي فيه ثلاث كرات حمراء، زوز بيض، واحدة سوداء. الكيس الثاني فيه ربع حمر، ثلاثة بيض، وزوز كحول. الكيس الثالث فيه خمسة حمر، ربعة بيض، وثلاثة كحول. هذا هما الأكياس تاعي أنا. وبعد الأكياس تاعي الثلاثة تاعي، اختيار أي واحد فيهم ما يكونش عشوائيا،
وبالتالي لهنايا مش نحن نعطيهم نفس الاحتمال، كون قال لي عشوائيا معناتها وسكت، لهنا حيكون احتمال اختيار الكيس الاول هو نفسه احتمال اختيار الكيس الثاني هو نفسه احتمال اختيار الكيس الثالث، ولكن لهنا اختلفت الامور شويه. وش قال لي؟ احتمال اختيار اي كيس من الاكياس الثلاثه مرتبط بنتيجه الحجر النار تاعي انايا. درك واش رايحين نديرو؟ رايح نرمي حجر النار تاعي انايا. وش قال لي؟ اذا في حجر النار تاعي ظهر رقم واحد ولا ظهر رقم اثنين سيتم اختيار الكيس الاول، وبالتالي الكيس الثاني والكيس الثالث ما بقيناش نختاروهم، وعليه واش راح يكون؟ حيولي عندي اوميغا اللي هي نتائج تاعي تاع حجر النار اللي هي كما جرت العاده واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، حيولي عندي حادث اللي هو احتمال او بلوتو حادث اختيار الكيس الاول حنرمز له بالرمز A1، وعليه حيولي عندي احتمال اختيار الكيس A1 هو عدد الحالات الممكنة اللي هو رقم واحد او اثنين، عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية، وعليه سيصبح PA1 تساوي 2/6 وتساوي اختزالا 1/3. اوكي، هذا هو النوع الثالث من الاحتمالات اللي شفناها، على عكس الاحتمال المذكور في التمرين التاسع والاحتمال المذكور على سبيل المثال في التمرين الحادي عشر. هذا بالنسبة إذن لاحتمال اختيار الكأس أو بليتو الكيس الأول. نروحوا درك للكيس الثاني. وش قال لي؟ روح نرمي حجر النار تاعي، إذا ظهر رقم ثلاثة على ما هي يكون اختيار تاعي؟ حيكون على الكيس الثاني. دونك عند ظهور رقم ثلاثة سأختار الكيس الثاني، وبالتالي الكيس الأول يختفي والكيس الثالث يختفي، وعليه شو راح يصبح عندي؟ يصبح عندي أوميغا اللي هي 1 2 3 4 5 6 عدد الحالات الكلية، وهنا باش نختار الكيس الثاني هو عدد الحالات الممكنة، حنحط حادث ثاني حنرمز له A2 اللي هو حادث الذي يمثل اختيار الكيس الثاني، وعليه يولي احتمال A2 معناتها احتمال اختيار الكيس الثاني هو عدد الحالات الممكنة اللي هي 1 من عدد الحالات الكلية اللي هو 6، وبالتالي يولي PA2 تساوي 1/6. نروحوا للكيس الثالث دركا. واش قال لي؟ متى اختار الكيس الثالث؟ عندما نرمي حجر النرد ويظهر إما الرقم 4 أو يظهر الرقم 5 أو يظهر الرقم 6، وبالتالي عند ظهور الرقم 4 نختار الكيس الثالث أو 5 أو 6، وعليه في الحالة في النتيجة أحد النتائج الثلاثة تاعي هذا الكيس الأول والكيس الثاني راح يختفيوا، وعليه وش يصبح عندي؟ يصبح عندي أوميغا اللي هي 6 وعدد الحالات الممكنة تاعي هما 3 حالات، راح نفترض حادث ثالث حنرمز له A3 اللي هو الحادث الذي يمثل اختيار كيس الثالث، ويولي عندي PA3 تساوي عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية اللي هما 3/6 وتساوي اختزالا 1/2. درك واش قال لي؟ إلى حد الآن أني جست قاعد نحدد في احتمال سحب الكيس الأول أو احتمال سحب الكيس الثاني أو احتمال سحب الكيس الثالث. سؤالي وش قال لي؟ ما احتمال أن تكون الكرتان المسحوبتان من نفس اللون؟ وش راح ندير؟ حنفرض بي هو حادث آخر اللي هو الحادث الذي يمثل اختيار كرتين من نفس اللون. الاختيار تاع الكرتين المسحوبتان من نفس اللون، هل سيكون كرتين هذوما اللي من نفس اللون حيكونوا من الكيس الاول او الكيس الثاني او الكيس الثالث؟ يعلم ربي. وبالتالي لازمت لي نحسب احتمال سحب كرتين من نفس اللون من 3 حالات اللي عندي انا. حنبدا بالكيس الاول تاعي انا. اذا حبيت نحسب احتمال سحب كرتين من نفس اللون، علما اني في الكيس الاول كرتين من نفس اللون، علما اني في الكيس الاول، واش راح ندير؟ هنا نروح نعاود نرجع للكيس الاول تاعي. واش عندي؟ عندي 3 كرات حمراء وزوز كرات بيضاء وكرة سوداء، وبالتالي زوز كرات من نفس اللون معناتها يمكن اني نسحب زوز كرات بيضاء من اصل زوز كرات بيضاء،
أو نسحب زوز كرات بيضاء من أصل ثلاث كرات بلوتو ثلاث كرات زوز كرات حمراء من أصل ثلاث كرات حمراء. هل يمكن سحب كرتين سوداوتين؟ مستحيل، لأني عندي كرة واحدة سوداء، وبالتالي حيولي عندي احتمال سحب كرتين من نفس اللون، علما أني في الكيس الأول هو احتمال اختيار كرتين بيضاوتين من أصل زوز بيض اللي عندي، أو نختار زوز كرات حمراء من أصل ثلاث كرات حمراء اللي عندي. هذا عدد الحالات الممكنة. على عدد الحالات الكلية اللي هو اختيار زوز كرات من أصل ست كرات الموجودة في الكيس الأول. ندير تطبيق عددي، نلقى باللي القيمة تاعي هي 4 على 15 وتساوي 0.27. هذا إذن هو اختيار كرتان مسحوبتان من نفس اللون ومن الكيس الأول. نروحوا درك للكيس الثاني. الكيس الثاني وش فيه؟ فيه 4 أحمر 3 أبيض وزوز كحول، وبالتالي اختيار زوز كرات من نفس اللون، علما أني في الكيس الثاني هو أني عندي إمكانية أني نسحب زوز كرات حمر من أصل 4 حمر اللي عندي، زوز من أصل 4 حمر. وتلاحظوا أني حتى الكتابة كتبتها بالألوان باش نجم نركز مع الشي اللي قاعد نقول فيه والشي اللي قاعد نشرح فيه. عندي إذن 4 إمكانيات للحمراء هنسحب منهم زوز، عندي 3 كرات بيضاء هنسحب منهم زوز، وعندي زوز كرات بيضاء سوداء عفوا هنسحب منهم زوز. وبالتالي اختار زوز من 4 حمر او زوز من 3 بيض او زوز من زوز كحل. عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية اللي هو 2 من اصل 9 كرات اللي عندي انايا. كي نجي نطبق القانون تاعي حنلقى بلي القيمة تاعي هي 10 على 36 وتساوي 0.28. كملت مع الكيس الأول والكيس الثاني، نروح للكيس الثالث. الكيس الثالث كيف كيف، فيه 5 كرات حمراء 4 أبيض و3 كحل. وبالتالي كي نجي نختار الحادث بي اللي يمثل لي كرتين مسحوبتين من نفس اللون، علما أني في الكيس الثالث هما زوز من 5 أحمر أو زوز من 4 أبيض أو زوز من 3 كحل. هذا عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية اللي هو 2 من 12. كي نجي نطبق التطبيق العددي للقيم هذوما حنلقاهم 19 على 66 وتساوي 0.29. وبالتالي كي نجي نحسب درك الكرتان المسحوبتان من نفس اللون، هنا إلى حد الآن وش رحت درت أنايا؟ رحت حسبت احتمال سحب الكيس الأول، احتمال سحب الكيس الثاني، احتمال سحب الكيس الثالث، احتمال انهم الكرتين البيضاوات الكرتين من نفس اللون يكونوا من الكيس الأول، احتمال انهم الكرتين من نفس اللون يكونوا من الكيس الثاني، واحتمال انه الكرتين من نفس اللون يكونوا من الكيس الثالث. دروك رايح نحسب الاحتمال الكلي. الاحتمال الكلي كيفاش نعبروا عليه؟ هو احتمال كرتين من نفس اللون يساوي احتمال اختيار الكيس الأول والكرتان المسحوبتان من نفس اللون يكونان من الكيس الأول، أو احتمال اختيار الكيس الثاني والكرتان من نفس اللون يكونوا من الكيس الثاني، أو احتمال اختيار الكيس الثالث والكرتان من نفس اللون يكونوا من الكيس الثالث. نديرو تطبيق عددي، عفوا نديرو إذن تطبيق عددي مباشر للقيم اللي حسبناها. هذه دونك لقيناها قبيله 2 من 6، هذا لقيناه 1 من 6، هذا لقيناه 3 من 6، هذا لقيناه، هذا لقيناه، هذا لقيناه. نديرو مباشرة تطبيق عددي حنلقى الاحتمال تاعي هو 0.28. واش قال لي بعد هذا؟ ما احتمال انها تكون الكرتان من الكيس الاول مع العلم انهما سوداوتان. دركا واش نروح ندير؟ نروح للكيس الاول ونروح نشوف الكيس الاول تاعي. واش فيه الكيس الاول تاعي؟ فيه 3 كرات حمراء، زوز كرات بيضاء، وكرة واحدة سوداء. وش قاعد يقول لي؟ أن تكون الكرتان من الكيس الأول مع العلم أنهما سوداوتان. أنا في الكيس الأول تاعي عندي كرة واحدة سوداء، وبالتالي مستحيل إني نسحب كرتان سوداوتان. فهذا يعتبر الشيء اللي قاعد يقول فيه هذايا، قاعد يقول لي بلي الحادث اللي راك حتحكي عليه لهنايا
هو عبارة عن حادث مستحيل، وبالتالي احنا واش قلنا الحادث المستحيل الاحتمال تاعو يساوي الصفر. في هذه الحالة واش راح نكتب؟ احتمال سحب زوز كرات سوداوتان رمزت لهم انايا بالرمز ان اللي جاي من كلمة نوار، وبالتالي كرتان سوداوتان علما اني في الكيس الاول هو هذا يعتبر حادث مستحيل، وعليه فاحتمال الحادث المستحيل يساوي الصفر. على ذيك كتبت انايا هذا الحادث يعد مستحيلا كون الكيس الاول لا يحتوي سوى على كرة واحدة سوداء. وفي هذه الحالة هناك كيف كيف تلاحظوا باللي هناك تلاعب في الألفاظ، وقادر على سبيل المثال ليتيديون ما يتولهش مع السؤال ويروح يحسب الوغ أصلا القيمة المطلوب منها منه حسابها غير موجودة أصلا. في هذه الحالة حيولي عندي الحادث المستحيل واحتمال الحادث المستحيل يساوي الصفر. أوكي، دونك بهذا قدر نكون قد أنهيت الجزء الثالث من حلول السلسلة الثالثة، وكان هو الجزء الأخير. دونك كملت السلسلة الثالثة اللي هما 12 تمرين. بدينا بتمرينات سهلة، وبعد بدينا بشوية بشوية بشوية، وتلاحظوا باللي في التمرينات الأخيرة ركزت أنكور. قلت لكم قبل ركزت على نظرية بايز، لأن نظرية بايز هي تمثل الصعوبة لنسبة كبيرة من الطلبة. نتمنى أني نكون شرحت وبسطت الأمور للناس كل. أي حاجة ما فهمتوهاش رجاء 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 اطرحوا الأسئلة تاعكم بأي طريقة اللي اعطيتها لكم. الطرق عندكم 3 طرق، إما التعليق إما الإيميل إما على مستوى المنصة، لانه في اغلب الطلبات تلقاهم باللي يقول لك من بوزيش كيستيون ولا هذه هي سهله. التمرينات في اي قدرة تكون اختلاف صغير في التمرينات قدر تبدل وتقلب الموازين تاع التمرين ويولي الطالب يطيح في اشكال كبير. اذا عندي زوز حلول، اي حاجه ما فهمتهاش نبوزي كيستيون، والحل الاخر هو اني نحل ماكسيموم. قاعد نحكي على نحل ماكسيموم تاع التمرينات. قلت لكم قبلا في فيديوهات سابقه باللي التمرينات تاع الاحتمالات موجوده في الانترنت، موجوده في الكتب، موجوده في وين يحب الطالب يلقاهم يلقاهم، مبسطه سواء باللغه العربيه سواء باللغه الفرنسيه. يبقى المبدا هو نفسه. ساكون وسابقى باذن الله في خدمه الجميع، وبربي ان شاء الله نجاوب على اي سؤال تطرح كان سهلا أو صعبا. أرجو التوفيق لي ولكم، وأسأل الله النجاح للجميع. الآن بعد هذا بقانا فصل أخير اللي هو الفصل الخاص بالقوانين الاحتمالية. الفصل هذا قلت لكم قبلا باللي مهم جدا بالنسبة للإحصاء 3 اللي راح نقراوها بحول الله تعالى في الفصل الأول من أو السداسي الأول من السنة الثانية ليسانس. لذا يرجى التركيز معه كيف كيف، وروح نحلله حتى هو التمرين أو السلسلة الأخيرة تاعو هو. نتمنى من الله أني نكون وصلت لو ميساج، ونكون ما نسيت حتى حاجة. أي حاجة سيلفو بلاي، أي حاجة ما فهمتوهاش بوزيو لي كيستيون، وبربي إن شاء الله إن نشرح لكم الشيء اللي ما فهمتوش كو سوسوا في فيديوهات تاع لاحقه، ولا نخصلها فيديوهات خاصه بالنسبه للتساؤلات تاع الطلبه. نجمعهم كل اذا كانت هناك تساؤلات نجمعهم كل ونجاوب عليهم في فيديو سبيسيال. ولا كيما قلت لكم ان كي نتلاقاو ان شاء الله في المنصه تاع مودل في الاقسام الافتراضيه بوزيو لي كيستيون ثما، وبربي ان شاء الله ما يكون غير خير، ونجاوب على ان الناس كل على الاسئله تاعها والانشغالات تاعها. الى ذلكم الحين اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.